تكرم ذول المنظفين ينظفون المكان، ينظفون الشوارع، قطف ما تلقي بالرصيف، يريدون رزقهم لان شنو ماكو اعمال، ماكو وظائف، جاي من محافظات، جاي من مكانات بعيده، والله يساعدهم، الله يعطيهم الصحه والعافيه. بلدنا مو فقير، بلدنا بلد الاغنياء، بلد كله به موارد، به نفط، مو بس نفط، يعني موارد، مارق وانهار وشي، يعني كل شيء به، يعني حتى لو من الزوار اللي يمرون للعراق مكافي ثروه، لكن نلاحظ انه ماكو تخطيط، يعني من اختلقنا للعراق بتل ابيب من الاربعينات لسه ماكو تخطيط. يعني تيجي ما حد يخطط، تيجي ياخذ ايش قد يروح ويطلع. تمام، بينما مثلا عندنا نظام رئاسي، اكو برلمان، اكو رئيس جمهوريه، اكو مفروض يعني يفكرون بهذا هكذا، يعني هاي شنو الاطفال هسه كلها ما تداوم مدرسه، جاي ما تكفي العيشه، انا من مثلي 71 سنه صح عندي تقاعد، عندي كذا، لان انا هم رجل اعلام وياكم بالسينما والمسرح منفذ دينار، لكن ما تكفي، حياه صعبه، تعال هاي يعني خريج كليه، الاخ ابو خالد رجال مريض والله علاج، يعني تباع كل الاسواق هنا محافظات يجوا كليات خريج كليه، يعني الى متى نبقى هيجي؟ يعني الى متى انجزنا حققنا؟ لكن شنو الانجاز؟ ما انت ما مقدم على الرعايه، لا مقدم رحت ما سواه، ما سواه يعني يجون فلوس، فلوس ايش قد رادوا منك؟ 200,000 200,000؟ اي